مش عارف. مش بعيط يا حبايبي، انا بس ما يوجعني شويه. السلام عليكم. أهلاً يا حبايبي. أهلاً جدو. مامي بقالها كتير بتعيط وبتقول اللي عينيها بتوجعها. ممكن أعرف بقى إيه اللي حصل عشان أخش ألاقيكي لما عيالك حواليكي ومقطع نفسك من العياط؟ يعني مش عارف يا بابا. عارف ايه يا بنتي؟ متفاهمين ايه الحكاية؟ النهاردة مرات أشرف صاحب مصطفى اتصلت بي وقالت لي انها عرفت من جوزها ان مصطفى اتجوز واحدة خواجية صاحبة مشاريع سياحية في شرم. يا سلام. وهي عرفت ازاي ولا جوزها عرف ازاي؟ يا بابا أشرف ده طول عمره صاحب مصطفى، وهو زي مصطفى بالظبط، شغال مدير قرية سياحية في شرم، وهي أكدت لي ان جوزها عارف الموضوع ده، وشرم كلها عارفه ان الاستاذ اتجوز الخواجيه اللي بيدير لها المشاريع بتاعتها. طب بطلي يا يابا بطلي. انا بكره هروح لشرم، لو كان جوزك مظلوم هجيبه من ايديه، وانا متاكد انه مظلوم. بس انا بقى متاكده انه قلت لك هروح اجيبه من ايديه لو كان مظلوم فعلا، انما لو كان الكلام اللي سمعتيه صح يبقى هو الخسران، لأنه يبقى رفض النعمة برجليه وحسابه عند اللي خلقه. ده ايه النور ده يا حماية؟ منور شرم والأوتيل كله. شرم منورة بالعروسة الجديدة الخواجاية صاحبة الهلوم دي كلها اللي ممسكاك إدارتها. بس أنا قالوا لي كلهم قبل ما أجيلك إنها تقريبا في سن جدتك. آه، ومطلوب إيه بقى يا حماية حبيبي؟ قول لي يا مصطفى، انت ليه بتعمل كده في نفسك يا ابني وفي مراتك وفي ولادك اللي مالهمش ذنب؟ انا ما عملتش اي حاجه غلط يا حماية، اظن يعني ان انا اتجوزت على سنه الله ورسوله، واظن يعني مش عيب ولا حرام لما اخد واحده يعني اكبر مني بكام سنه. لا لا، انت حر يا سيدي تتجوز على مراتك زي ما انت عايز وبالشكل اللي يناسبك، بس هنا بقى الشرع بيجبرك على انك تعدل، وانت ما بتعدلش. انت بقالك شهر دلوقتي سايب ولادك ومراتك، حتى ما فيش تليفون. والله يا حماية يعني مشاغل، بس انا اكيد يعني كنت هتصل بيهم واطمن عليهم. قول لي يا مصطفى، انت عايز ايه بالظبط يا ابني؟ انا الحمد لله يا حماية مش عايز اي حاجة من اي حد. اه طبعا يا سيدي، ما اللي عيلي عيلي. كلها سنة ولا شهر بالكتير والعروسة تتكل وتورث انت الثروة كلها. هو في الآخر يعني يا عم يا حبيبي الثروة دي هتروح لمين؟ ما هي ليويو وبنتك والأحفادك. خسارة يا ابني، انت فاهم الدنيا غلط. الدنيا مش فلوس وبس يا مصطفى، بنتي محتاجة الراجل اللي اتطست في نظرها واتخبلت في عقلها في يوم وحبته، وأحفادي محتاجين رعاية الأب وحنانه. ما هو يا عم يا حبيبي الرعاية والحنان ده هياخدوه تالت متالت، بس كله بأوانه. أوانه؟ أنت بتحلم ولا بتخرف؟ لازم تعرف إني لما هنزل من هنا هروح أقول لإيمان على كل اللي أنت عملته. بالتأكيد طبعًا مش هتطيق تبص في وشك دقيقة واحدة. طب وليه خراب البيوت المستعجل ده يا دكتور؟ اللي قبلنا قالوا اكفي على الخبر مجور، ويا دار من داخلك شر. انت اتخبلت في عقلك؟ عايز نوالش معاك على بنتي وعلى احفادي؟ ما هو ده عين العقل يا دكتور. انا عارف قد ايه انك بتحب ايمان ويهمك مصلحتها، ويهمك انها ما تصدمش صدمه تزلزل كيانها كله. انت تقصد ايه بالظبط يا مصطفى؟ نصيحه مني يا عمي، راعي بنتك ومشاعرها وما تولعهاش حريقه. وما تنساش ان ليك احفاد محمود شخصيه واحمد حركات، ما تخليهمش يخسروا ابوهم وعطفه وحنانه والثروه اللي هتيجي ان شاء الله. انت عايز توصل لايه بالظبط يا مصطفى؟ انا عايز اوصل يا عمي من الاخر يعني ان انت لما تروح لايمان باذن الله كده وتوصل بالسلامه، تفهمها ان اللي سمعته عني ده اشاعات مغرضه، وان انا يا ولداه ليل نهار شغال وتعبان
وان انا بس يعني كنت سايبكوا عشان بس يعني كنت مقموس منك ومنها وخلاص صافي يا لبن. انا عمري ما كنت اتصور انك حقير وندل بالشكل ده. مقبوله منك يا حماه يا حبيبي، بس صدقني اللي بيحصل ده لصالح جميع الاطراف. مصطفى. ميمي جت. هلو هلو ماي لاف. هلو. مصطفى انا عاوزاك. Just a minute and I will go with you. Okay, I wait you in lobby. Okay, my darling. ايه ده؟ فينوس! دي ما فيهاش غلطة واحدة. للضرورة أحكام يا دكتور، وزي ما بيقول لك للثروة حسابات أخرى. أهم حاجة حضرتك بس السر لما يبقى كبير ده أحسن حاجة لكل الأطراف.